عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم جلسة مباحثات مع رئيس دولة فلسطين، أكد من خلالها وقوف المملكة الدائم مع فلسطين ومع الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف من الملك سلمان أو من القيادة السعودية ليس الأول ولن يكون الأخير. بالأمس في حلقة الأمس استعرضنا أمامكم تقريرا لوقوف القيادة السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز حتى عهد الملك سلمان مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية. ولو تذكرون في 15 أبريل 2018 في القمة العربية 29 اللي عقدت في الظهران أبدل الملك سلمان اسم القمة من القمة العربية إلى قمة القدس لتأكيد المواقف الدائمة من القيادة السعودية مع فلسطين وقضية فلسطين والشعب الفلسطيني. للمرة المليون نقول هناك من يتاجر بهذه القضية، هناك من ينافق بها، هناك من يجيرها إلى مصالحه، وهناك مثل السعودية من يقف دائما مع فلسطين بصدق وبمحبة وبقوة وبحزم وبأخوة، ودائما وأبدا الوقفات والمواقف السعودية مع فلسطين ثابتة ولا تتغير. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل مع هذه المواقف التي نفاخر بها. أودعكم فمان الله.